السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا معنا في فيديو جديد ومراجعة جديدة. قبل البداية لا تنسوا من الدعم من خلال نشر المقطع والضغط على زر اللايك أو الاشتراك في القناة. معكم أسعد بلوشي، دعونا نبدأ. لعبة تيم سونيك ريسينج هي من ناشر سيجا وتطوير سومو ديجيتال. من اول اعلان وانا تحمست اني اشوف هذه اللعبة والعبها صراحة، لاني من عشاق هذا النوع من الالعاب لان تكون فيها تحدي وحماس وخاصة مع العائلة. اللعبة من نوع كارت ريسينج او سيارات كارت ريسينج لشخصيات من عالم سونيك مثل شادو، سيلفر، دكتور ايجمان، تيلز، سونيك، نيكلز وغيرهم اللي نعرفهم من عالم العاب سونيك. الشيء حلو في هذا الجزء انك تلعب كفريق يتكون من 3 متسابقين. طبعا اللي مو حلو في هذا الفريق انك ما تقدر تغير المتسابقين اللي فيه، مثلا سونيك في نيكلز وتيلز ما تقدر تغير بينهم او تغير تحط شخصيات ثانية. اللعبة فيها 15 شخصية وكل شخصية عندها سيارتها الخاصة وكل سيارة لها قدراتها الخاصة مثل السرعة او مدرعة كبيرة او قدرات التحكم بشكل اكبر. اللعبة حلوة لان عشان تفوز لازم يكون بين تعاون بين الفريق، مثلا تطلب ايتمز من اعضاء فريقك وتقدر انت تهديهم الايتمز اللي تحصلهم ومثلا ما تبيهم. وبعد اذا كان واحد من فريقك قدامك يظهر خط اصفر وهذا بيساعدك انه تحصل على بوست عادي، او اذا تعبى العداد الموجود تحصل انت واعضاء الفريق المتسابقين معك التيميت بوست بيساعدك تكون الاول في السباق. اللعبة فيها أكثر من طور، مثلا طور القصة اللي أنا أشوفه ما في أي قصة فيه، كأنه طور سباقات في خريطة عملاقة تنتقل فيها كل ما تخلص منطقة معينة. الحلو أنها فيها تنوع في السباقات وتحديات فردية بعد، مثلا تجمع كوينز أو تحدي الوقت وغيرها. كل ما تتقدم طبعا كل ما تخلص مرحلة تحصل على الفريق الموجود في هذيك المرحلة. شيء عجبني بعد تخصيص وتزويد السيارات من شكل وتواير وتغيير ألوان، وكل تزويد او تعديل يعطيك ميزة او قدرات تزيد من قدرات السيارة مثل السرعة او قدرة على التحكم. بس عشان تحصلهم لازم تخلص تقريبا كل اللي موجود في اللعبة مثل السباقات، دور القصة وغيرها. عشان تحصل على كوين خاص، هذا الكوين لازم تجمع 10 منه، وكل 10 بيفتح لك شيء تزويد او لون او شيء مفيد تستفيد منه في اللعبة. نجي للسلبيات في اللعبة. السلبية اللي اشوفها انا جدا مهمة انك اول ما تتعود عليها تصير اللعبة جدا سهلة، حتى لو لعبتها في اصعب صعوبة موجودة فيها اللي هي هارد و اكستريم هارد تملها بسرعة لان ما فيها اي نوع من التحدي. وبعد حسب تقرير سيجا اللعبة كاملة وما في اي شخصيات جديدة او مراحل ممكن تنتظرها وتعتبرها تحدي حالك. اذا خلصت طور السباقات او طور القصة اللي انا ما اشوف فيه قصة وهذه سلبية، يمكن ما بتلعبها مرة ثانية. في طور ثاني مثل طور سباقات الاونلاين او الاوفلاين تقدر تلعبها مع ربعك، انت وثلاثة من ربعك في شاشة واحدة لان اللعبة تدعم تقسيم الشاشة. كنت اتمنى لو في قصة وفي اثارة شوي نستمتع فيه وتحديات مثل دكتور ايجمان اللي تعودنا عليه الشرير، كان بيكون اللعبة ممكن اعطيها تقييم اكبر من هذا. المهم تقييمنا للعبة 6.5 من 10. اتمنى المقطع عجبكم، نشوفكم مقطع ثاني، مع السلامة.